ينتصر للنبي لأنه من أتباعه. يهودي أمريكي اسمه مايكل هارت ألف كتاباً أسماه الخاردون المئة، أعظم 100 إنسان على مر التاريخ، وجعل على رأس 100 النبي عليه الصلاة والسلام. مع أننا لا نتفق مع هذا المؤلف في كل ما وضعه في الكتاب، وقد وضع نيوتن رقم 2 والنبي عيسى عليه السلام رقم 3، وضع موسى عليه السلام رقم 16، وقبل ماركس ولينين هؤلاء الملحدين، ولكن وضع النبي عليه الصلاة والسلام أولا من غير الموجي بعد ما تصلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. رب قائل يقول أنا أيضا ما بهمني مصلح مش مصلح، هذا ما بهمني، أنا بدي أكون معك صريح، أنا أحب منفعتي، حبي متعلق بمصلحتي، إذا بالفعل بحب وبموت عليه. أيها الإخوة الكرام، هل هناك من ينفعنا أكثر من نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أريد أن أضرب مثالا. تصور لو أنك في مسابقة من سيربح المليون مثلا، ووصلت إلى سؤال المليون، واتصلت في أحد الأصدقاء وأنت مش عارف الجواب، سألت السؤال فقال لك الجواب سهل وأنا متأكد منه، وأعطاك الجواب وبسببه ربحت 1,000,000 شيكل. كم تحب هذا الإنسان؟ تحبه كثير صحيح؟ طيب مثال آخر، لو أنك والعياذ بالله لا سمح الله انقلبت فيك سيارة مثلا، وجاء أحد الناس وأخرجك منها، ولما أخرجك اشتعلت فيك السيارة نجاك من الموت، قديش بتحبه؟ كثير صحيح؟ المثال الأول، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا كيف نربح مليونا، إنما علمنا كيف نفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل علمنا كيف نصل إلى ما هو أعظم من الجنة، مرضاة الله تبارك وتعالى. قال سبحانه ورضوان من الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقذك من الموت في سيارة حرقا، إنما علمك كيف تنجو من نار الله الموقدة، علمك كيف تنجو من شقاء الأبد. قال عليه الصلاة والسلام حاكيا عن نفسه، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وفي رواية وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها، أنا بدي أطلعك من النار، يعني بأوامره وهداياته وسنته، ونحن داخلون على النار يعني بعصيانه، وأنتم تقحمون فيها. نحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه علمنا كيف نفوز بنعيم الأبد وكيف ننجو من شقاء الأبد. نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سوف يشفع لنا عند خالقنا ولن يرضى حتى نكون كلنا في الجنة معه. نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن شعاره يوم القيامة يا رب أمتي أمتي والناس كلهم اللهم نفسي. روي عن الأنبياء أنهم يقولون، عيسى عليه السلام يقول يوم القيامة اللهم لا أسألك مريم التي ولدتني إنما أسألك نفسي، وإبراهيم عليه السلام يقول يا رب لا أسألك إسماعيل ولا إسحاق إنما أسألك نفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، يعني بيسأل عنك. لهذا نحب النبي عليه الصلاة والسلام. ونقطة مهمة جدا، كيف يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أتباعه يوم القيامة من بين ملايين البشر؟ فكروا الأعمال جاي يصيح بالأراضي البعيد، وأنه معظم المسلمين مش عرب، بده يقول له النبي آه نعم أنت من أتباعي تعال حتى يعني أسقيك من حوضي. أم أن من يأتي للنبي ويقول يا رسول الله والله أنا اسمي محمد مثل اسمك، وأبوي اسم علي، وأمي اسمها خديجة، ونحن من جماعة بيت المقدس، يعني اشفع لنا. كيف يعرف النبي أمته يوم القيامة؟ سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فضرب لهم مثلا قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ لو إنسان عنده خيل في قوائمها وعلى جبهتها بياض
كما هي مواصفات بعض الخيول. هذه خيله بين خيول كلها سوداء، ألا يميز خيله؟ مخيول بين يديها قوائمها وجبهتها عليها لون أبيض مميزة عن الباقيات، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. في مواصفات المؤمنين في جبهتهم في جباههم وفي أيديهم تبلغ الغرة من المؤمن يوم القيامة إلى حيث يبلغ الوضوء، اليدين والرجلين تماما كالخيول. هكذا يعرف النبي أمته اللي بيجي يوم القيامة حتى لو كان خلقان بالقدس لو في مكة وما عليه هذه المواصفات بيشرح للنبي يا رسول الله أنا من أمتك، بيقول له النبي أين الختمة في وجهك؟ وين التحجيل في وجهك؟ أنا بعرف أمتي بصفة هي التحجيل في وجوههم. فنحن أيها الأحبة نبتسم من صلاتنا ووضوئنا والتزامنا وحبنا لبيوت ربنا أننا ننال هذه الصفة التي تعرف النبي علينا يوم القيامة.